ونختم النشرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة والوجهة مدينة الداخلة، حيث نظمت إحدى الثانويات رواقا لعرض أهم ما يميز التراث الحسني من عناصر الخيمة وما يؤثثها وكذلك بعض الأطباق الشعبية المحلية ونظم قصائد الشعر الحسني التي تتغنى بالصحراء، والهدف تحسيس التلاميذ بأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي الجماعي. روبورتاج زكريا عبد المجيد ونزار بوحوت. قطع تراثية من الزمن الماضي أثثت رواق معرض الثقافة الحسانية داخل ثانوية الفتح. معرض استدعى عناصر الخيمة الصحراوية والأكلات الشعبية لاستعراض غنى وتنوع الموروث الحضاري لمجتمع البيضان، خاصة أن هذا الجيل ما يهتم بالتراث، لذلك لا بد لنا أن نحاول نقل التراث من الأجيال القادمة لهذا العصر، الأجيال الماضية لهذه الأجيال اللي هي قادمة، ونحاول نحافظ على التراث، خاصة أن كثير من الأشياء في التراث الحساني بدأت تفقد أهمية ديالها. تنوع ثقافي من تراث أمازيغي، تراث عربي أصيل، ثم تراث حساني، وبطبيعة الحال هذه التشكيلة المتنوعة يأتي تنزيل أنشطتها لتفعيل برنامج المؤسسة. داخل فضائهم التعليمي عاش التلاميذ للحظات أجواء البيداء من خلال تأثيث المكان بعناصر الخيمة الصحراوية وكؤوس الشاي التي لا يكتمل المشهد بدونها. ديك الساعة كانوا البيضان ولا الصحراويين ينعرفوا عنهم، تقعد مدة نقولوا احنا جماعة، وتسي وترد الأخبار ويخلق فم القطاع والقيفان وشي كامل زين. هذه أمسيات تساعد كثيرا الشباب والتلاميذ خاصة في الثانوية على التعرف بالتعرف على مختلف مظاهر ثقافتهم، على التقاليد، على التراث. للموسيقى والغناء أيضا نصيب في معرض التراث الحساني، حيث ألقى التلاميذ قصائد وأبياتا تتغنى بالصحراء وجمالها، أمتعت الحضور وزادت من تعلقهم بإرث الأجداد.